طلعتك قدام العين باخذ لي هذا. خذ لي اياه. خذ لي اياه اقول لك. اوفر. خذ لي اياه اقول لك انا بيا سكر. لك بابا بيا سكر. ما الله خلص. انت ليش تلح انت؟ ليش اقول لك الا خليه. هذا الا خليه. ها؟ لا اقول له انطيني اياه. انا بيا سكر هذا زين علي. شوف ايش ماخذ بابا. شاد ويا زوجتي. كل المرته ماخذها كل المرته. اي مالك هاي سوالف عادي يا ابوي انا غير ابوي. خبز مال شعير هذا آه يعني انا عندي سكر انا هذا خبز مال شعير من العالم من العالم يا ابوك هذا ها ابوك هذا اي انا وابوي لا تتدخل احسب لي مال زوجتي خالد ايش فيها جدي ايش فيها جدي مو ربيتك انا تعبت عليك سويت لي رجال سويت لي هاي تستحسبها علي كلها بايجارات جدي ما الله يخلصني منك قول لي قد اقول لك ما جدي انا قول لي قد اخوي انا وابا انا خوش اسلي ما جدي يعني بس انت ما تشتري لي انت ما تشتري لي شاد ويا زوجتي ما ادري شنو ليش ما تشتري لي؟ الله يخلصنا منك ليش؟ ليش؟ تعبي انا بتعبي ما لا تاخذ من عنده خلف الله علي هو سواك شنو؟ خلف الله علي هو سواك لا زوجتك وسويتك ادمي وكبرتك اخوي لا تدخل هاي الفضول ليش هذا الفضول؟ اي انا وابا اريد خبز مال شعير ما يشتري لي تدخل رجال ما يشتري لي اتقب على الدينار يجدي هو يجدي هذا طلع هذا ما لا تقول لي قدي انا صوتي لا تقول لي قدي انا صوتي طلع لا تقول لي قدي ليش ما تشتري انا وابوي ما ورا كان خارجني بالبيت البارح ورا هي ما خلاني اليوم طلع ما ادري انا اخوي لا تتدخل لحد يتدخل ما ادري زواجه ايه تعال يا لا حبيبي رجحن لا تاخذ من عنده شنو الجد حالك انا اخوي وابوك ولا انا وابوي لا تدخلك انا اسمع عليه وابوك ولا لا تدخل ربيتك وتعبت عليك في دخلت ايش يعني حبيبي وخي احسب لي بس المرض ما زوجت هذا ويا هذا ويا لا يا امي حجي مسا حبيبي انا وابوي رجال تدخل انا داخله انا داخله لابوي انت شاليك في مسات الطيار فضحتني قدامي ما فضحتك ليش فضحتك سويت لك انا داري شو اسمه ليش فضحتك العالم عيب أنا صوتي طلع أنا صوتي أبوك أبوك هذا أبوك شنو صوتي؟ أنت شايلك أخوي تدخل شنو هو صوت أبوك اللي جا وياك اطلع برا اطلع برا ما تستعجل قبل لفة يد حسابها شوف هذا هم جايبه هنا؟ هو مالتي هذا مالتي هو هذا هو هذا مالتي عمر حجي عمو هذا العسل زين؟ هذا عمر لا بس خبز شعير هذا هو جبت لك 15 هذا؟ اي وين تحب العسل زوجتك زوجتك؟ ايه هذا زوجتك وما تصرف لابوك طبعا ام بيتي هذا خليها آه. شوف باوع خليها الولد هذا جدي خليها الولد إيه؟ اخليها الولد هذا لا انت مش تقول ولا هذا لا تتدخل اخوي انا لا تقول لا تتدخل انا وابوي واصل حسابها ما عليك انت لا تدفع كنت شمار يعني بس خبز شيء يعني ثاني صار عيوني اشتري قلت له قلت له هو اشتراني اياه هذا بتعبي كله اجيبه بتعبي تعبك؟ اي والله بتعبي شنو لا انا ليش ربيتك؟ ما دبرت المدرسه ما سواك؟ ما انا درست عمو احسب لي اياهم كلهم عمو هاي زينه يلا احسب لي اياهم قول لي شو اسمه؟ فضحتني قدام العالم الولد اشترى لي هذا الولد اشترى لي الولد اشترى لي بابا اخوي قام يجدي ها؟ لا تتدخل انا وابوي العباس رايح فين شهاده وقلت لك اطلع برا بس اخذ مسواق واطلع يقعد يطلع ابوك بعدين انت تعال برا يلا برا يلا برا خذ بس لا تتدخل لا تتدخل ما لك علاقه لا تتدخل بس هو ابوك بس سؤال هو ابوك هو ابوك اي ابوي اي عفوا انا حسابي وياك بالبيت ما اروح اليوم وياك انت حسابي حاج استاذي وانا واصلك ما اروح انا واصلك عم انا واصلك روح بات يلا وديك اشكرك رحم الله والديك جد قدام العالم رحم الله والديك يا رب فقر فقر واصل واصل فقر هو فقر فقر تعرف فقر شنو بس احسب لي انا ايش قد والله بالفقر والتضامن انت تستحي انت تستحي ها وقف 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 ابني ابني وقف ابني ابني وقف ابني وقف ابني ابني كاميرا خفيه 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 تعال تعال تعال
تحت تحت. قول يا الله. هذا العراقي الاصيل، وهذا العراقي الاصيل. تعال 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 صديقنا، تعال اوقف. يا يابا تعال، الاسم بالخير. الاسم بالخير امير. شو اسمك انت؟ تعال هنا، تعال بس عدي. شو اسمك انت؟ جد حيلي معود. ها؟ سيف مأمور؟ امير. نعم الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك. والدك عايش؟ اي الحمد لله صحة وعافية. الله يخليك. والدك عايش؟ الحمد لله شكرا. صحة وعافية ان شاء الله. شنو هذا الاندفاع الخلاق الدافع لابو وسن؟ طبعا ابو وسن ممثل ويانا بالبرنامج، واحنا وياك قناة زاك روس على راس. شنو هذا الاندفاع؟ بس نقدر نباوع على الكاميرا هيك نطول. والله صعبة من نشوف يعني تحكي شوي ابوك صعبة. لان مو الهين سوا ويانا. صح. والاب كيف تلبيه؟ اكيد لعد شلون؟ لو ما هو لو ما هو ما قفاني هيك قبالك. كيف لك هو الله؟ الحلقة نعرضها؟ عرضها براحتك. تسلم حبيبي على مشكل غيرتك.